الدري اللي كان عنده مرض الصرع، ايه وكيف ما كنت قلت لك يا دكتور، زعما على حساب هادشي ديال، زعما دوزنا ليه كلشي والطب قال لنا ما عنده حتى حاجه وهذا، واش داك المرض زعما يقدر يكون عنده شي سبب باش يدير الروحانيات لا لا، ما وهذا؟ عندوش سبب لله ام محمد. لا، مرض الصرع هذا الكريز ديبليبسي ما عندوش علاقه بالجين، ما عندوش علاقه بالجين. اللي والله كيقول حسيت. انا نقول لك واحد القضيه، راه غادي تدي عند هذوك الرقاد وغادي نعم يقولوا لك راه فيه الجن، لانه غادي يتركل ولا غادي يوقع عليه شي اشكال بحال ما هكا ويقول لك فيه الجن. اصلا ممكن يحكم عليه بانه فيه المس بمجرد نعم انك تحكي ليه هذه الاعراض، ياك فهمتي؟ نعم لا، ولكن هذا مرض الصرع كوني على يقين راه ما عندوش علاقة بالجين. هو ضروري ما خصو يمشي ياخذ واحد الدواء معلوم معروف كيتعطى ليه، اللي كيخفف عليه هذوك النوبات.